صعبة شوية؟ بص، هو نظرية عمتي المفروض ان هو ما كانش ينزل في العيد، كان المفروض ينزل بعد العيد، وانا خلصت نظرية عمتي وبعدين ابتديت قلب الاسد، فما كانوش الاثنين مع بعض في نفس الوقت تصوير. حكاية بقى انه بقى نزل في العيد، هو ما كانش المفروض، فما كان ده ما كانش مقصود. لكن مش متضايقة لان الاثنين ما لهمش علاقة ببعض خالص. ما خفتيش من رد فعل الجمهور ان هو يقول فيلمين والموسم بتاع حقيقة كله؟ ثلاث افلام، في اربع افلام في الموسم، منهم فيلمين لحقيقة. الله اكبر الله اكبر الله اكبر. لا طيب كلميني بقى عن الفيلمين وانه فيهم اقرب لقلب حقيقة. لا، هما الاثنين ما فيش واحد اقرب لقلبي من تاني. الاثنين تعبت فيهم، الاثنين صورت فيهم، الاثنين أخذوا وقت من حياتي، فالاثنين بالنسبة لي قريبين. قلب الأسد ثالث تعامل مع محمد رمضان، اللي عجبني وشدني فيه هو دور شرير، عمري حسيت ما عملت دور شرير قبل كده. نظرية عمتي كوميدي، عمري حسيت ما عملت كوميدي قبل كده، رومانتك كوميدي لايت. حسيت إن إحنا محتاجين رجع حاجة كده تكون لايت وتضحك وبتاع. عامل فيه أربع كاركتر، أكرم فريد أول مرة أشتغل معاه، فمبسوطة جدا في التعامل معاه. برضه بنين السوكي أول مرة أتعامل معاه، فصراحة تجربتين يعني بالنسبة لي أنا كحرية بكون أنا موفقة فيهم الحمد لله. نفس الشخصية اللي بتقدمها مع محمد رمضان في قلب الأسد هي اللي سبق وقدمتيها معاه السنة اللي فاتت؟ بيعت فول محطة سنة اللي سافرت موتا. إنما السنة دي في قلب الأسد أنا نانا غنية بنت ناس، وهو بيشتغل عند الراجل اللي أنا عايشة معايا، في فرق شاسع دوري. العمل مع محمد رمضان للسنة الثانية دويتو ناوية تكمليه ولا صدفة؟ نظرية عمتي رغم ان انت قدمت فيها اربع كاركترات الا ان هو اتظلم شوية؟ انا شايفة كل الافلام اتظلمت، مش بس نظرية عمتي اتظلمت، لان حاضر حصل. هو نظرية عمتي نزل في الموقفة، والمشاكل السياسية اللي حصلت لنا دي كان تالت يوم العيد، فانا شايفة ان اي فيلم نزل في الفترة دي اتظلم طبعا، بس هو الحمد لله نجح جدا وجايب ايرادات عالية جدا في الخليج. بدون ذكر اسماء، المسلسل اللي عمل ازمه ورغم ذلك برضه اتظلم في العرض، يعني المسلسل الجبار اللي وحيد حامد قدم فيه فنانين عملوا ادوار ورغم ذلك برضه اتظلم في العرض، شايفه ده سوء توزيع ولا تسويق ولا لا؟ انا عايز اقول لك انه بدون ذكر اسماء من المسلسلات اللي نجحت جدا في رمضان، هو يمكن اللي يكون ظلم شويه ان هو كان حصري على دريم. انما هو عامه المسلسلات في رمضان بتتشاف اكتر بعد رمضان مش في رمضان، فانا مش شايف ان هو الظلم شنو على قناه واحده حصري؟ لا، لان في ناس كمان بتقعد تتفرج على قناه واحده، بس هو بيقول لك بعد رمضان اتشاف اكتر من رمضان. طيب قولي لي بقى الجديد عندك ايه؟ الجديد عندك خلال الفتره اللي جايه؟ الجديد ان انا بصور دلوقتي فيلم اسمه الشاش، انتاج نيو سنتري واخراج اسماعيل فاروق، معايا ممثلين كتير جدا، معايا عرف الراوي، دلال عبد العزيز، حسن حسني، حنان يوسف، حنان مطاوع، يعني في كميه فنانين كتير قوي. فيلم كبير وتقيل ودسم، هينزل ان شاء الله في فلايت كبير. تمام.